التيار الشعبي في الموضوع ده استاذ حسام؟ يعني حضرتك يمكن لاحظت في كثير من اللجان على مختلف انحاء الجمهوريه في مختلف المناطق في القرى حتى رافعين صوره الفريق السيسي، شايف ده ازاي؟ شايفه على ناحيتين، ناحيه فيها تقدير شعبي واسع مؤكد لدور الفريق عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو الذي سبقه، ولا بد ان نتذكر ذلك دائما، دور الشعب المصري قبل دور اي فرد. يعني 30 يونيو وقبلها 25 يناير لا بطولة فيها لأحد قبل الشعب المصري، في أدوار مكملة لخروج الشعب المصري وإرادته، وشايف فيها على نحو آخر رغبة لدى قطاعات من اللي شاركت في الاستفتاء، وربما تسويق للاستفتاء كله على أنه استفتاء مش بس على الدستور، على الفريق عبد الفتاح السيسي، ورأي ده أيضا أحد الأسباب اللي أدت لعزوف بعض القطاعات عن المشاركة فيه. لا أستطيع إنكار أبدا فريق عبد الفتاح السيسي بيمثل ظاهرة شعبية الآن، لكن لا أستطيع أبدا الانحياز أيضا لفكرة أنه أسلم قرار لصالحه كشخص أولا، ولصالح الثورة ثانيا، ولصالح مؤسسة العسكرية ثالثا، هو ما يدعو إليه البعض بالترشح. ربما يكون ده القرار السلبي اللي ضد هذه الثلاث نقاط، وده أمر محتاج يعني مزيد من النقاش التفصيلي، لأنه في أسباب واضحة جلية جدا لكنها لا تأخذ حظها المناسب في الدعاية الإعلامية التي توجه في اتجاه واحد فقط في هذه القضية تحديدا. وإحنا حتى الآن رأينا في التيار الشعبي أننا نرى الدفع بحمدين صباحي كمرشح لا لشخصه، وإنما للمضمون اللي كانت مي بتعبر عنه اللي هو برنامج للثورة. حتى لو اعلن الفريق السيسي ترشحه، هو الموضوع مش مرتبط بشخص الفريق السيسي، هو الموضوع مرتبط يعني بما هو البرنامج أو عمر من هو الفريق يعني، ثم من هو المرشح، دي رقم ثلاثة. واذا وجد اي شخص غير حمدين صباحي يقدم هذه الشروط ربما نكون معه بالتاكيد. طيب.